جميع الصحابة. نحن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله، عندنا أمران. الأول، هل يستفاد من الحديث استحباب قراءة سورة الإخلاص لبيان الفضيلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مع إقراره؟ الحديث فيه شيئان، لما قالوا له هذا صاحبنا لا يصلي بنا صلاة إلا يختم يقول هو الله أحد، قال سأله بأي شيء يصنع ذلك، قال سأله الرحمن ما أحب أن أقرأ بها، فأخبروه أن الله يحبه. فيه شيئان، أولا إقراره على ما صنع ولم ينكر عليه، فدل على أن الذي فعله صحيح جائز. والأمر الثاني ذكر الفضيلة، أخبروه أن الله يحبه بما صنع. هل يقال استنباط الحديث يستحب أن يختم المصلي صلاته كل صلاة أم الله أحد؟ هل يقال أخذ من الحديث؟ الإخراج ماذا يفيد؟ الجواز والمشروعية فقط وليس الاستحباب. طيب، والفضيلة المذكورة أخبروه أن الله يحبه ليس للذرار بل لعلة القراءة والحامل على القراءة والدافع للقراءة، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فأخبر الرجل بأمر قلبي، قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله عز وجل يحبه. الله يحب من يقرأ سورة الإخلاص، الله يحب من يحبه، من أحب الله أحبه الله. فدل الحديث على فضيلة نال بها الرجل رضي الله عنه هذه المنقبة، حفظ الله له، لا لأنه يقرأ سورة الإخلاص بل لأنه يحب الله عز وجل.